احسن حاجه عجبتني في العقار اللي غادي نصور لكم اليوم هي اني نجيب لك شقه بالكراج ديالها اللي ممكن تمارس فيه نشاط تجاري، ممكن تكريه او ممكن تدخل فيه السياره ديالك. ماشي غير هذا الشيء، حتى بالنسبه للموقع فين كيتواجد هذا العقار فهو موقع اللي ممتاز بزاف الخدمه. نزيدك لان يعني عدد ديال السكان في هذا العقار فهو قليل، فانا نتواجد في اخ بلوس 2، هي راه جات في السفلي وكاينه وحده الفوق وحده فوق منها. حتى بالنسبه للشروط الاساسيه للاستفاده من الدعم المباشر للسكن، فالعقار ديال اليوم فهو يستوفي الشروط. ما كثرتش لكم في الهضره، كنعرض عليكم اجيو نديرو جوله في هذا العقار. هذا هو الباب ولا المدخل الرئيسي للعقار، هو هذا، هو عبارة عن باب لمقاومة للكسر بديكورات اللي هي جديدة وديكورات اللي هي حديثة. العقار ديالي ديال اليوم جيبو لكم من مدينة مكناس، وبالضبط الحي فين كنتواجد فهو حي رياض الزيتون. من لا يعرف حي رياض الزيتون فهو واحد من الأحياء اللي هي جديدة، واحد من الأحياء اللي هي عصرية. علاش؟ فيه تقريبا جل المباني ديالو فهي حديثة النشأة. نقول لكم هذا العقار هذا راه جا في الصالة ديالو كالتالي، فيها هنايا الباب وهنا عندي المطبخ، وراني كنتواجد في الطابق الارضي، المطبخ اللي هو عصري. عندي صالون وهذا بهاد الديكورات هادو، وعندي فيه ثلاثه ديال الغرف. وكما قلت لك الشقه ديال اليوم فراه فيها الكراج ديالها، هو احسن شيء عجبني في هاد العقار. ماشي غادي نشري كراج بوحدي، تشوف هو كيتباع مع هاد الشقه هادي. عندي هنايا واحد لاكور صغيره كنطلع عليها، وهذا النوع هذا من الشقق فمطلوب ومطلوب وقليل في المواقع اللي زوينين. مواقع مثلا فين تقدر تمارس التجاره ودير لك واحد الربح الشهري فقليل فاش كتلقاهم. هذا هو الكراج. بالنسبه للثمن فهو 54 540000 درهم، 54 مليون. بالنسبه للشروط الاستفاده من الدعم الاساسي للسكن فهذا العقار يستوفي الشروط، لان عقار اللي هو جديد، بيرميدابيتا ديالو موخوضه هاد السنه. اللي بغى يشوف هذا العقار اعزائي المشاهدين على الكتاب فما عليه الاتصال، التواصل معي وانا راه للخدمه. راه الاشاره ديالكم هنا دوش طوارد. كنقول لكم كان معكم طارق، هذا كان عرض اللي هو خفيف. كنقول لكم مع السلامة وإلى اللقاء في عروض مقبلة إن شاء الله عما قريب.